Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Hiba, وإذا أنتوا جديد هون هاي ويلكم. المفروض صرتوا تعرفوا إنه وقت يكون شعري مقسوم بالنص يعني it's a comparison video ما حأتعلم من أغلاطي صرت كل comparison video بندم إني عملت a comparison video بس I think today is gonna be interesting لأنه حنكون عم نعمل comparison to the original Denman brush be the dupe Denman brush يعني أو التقليد of the Denman brush. So stay tuned حتى تشوفوا the results كيف حنستعملهم ولنشوف إذا في an actual difference. أوف حاسة إنه كتير زمان ما عملت يوتيوب فيديو أو حتى كنت active يعني ما كنت كتير active last week على Instagram بس I mentioned إنه my family members actually it's just my cousin إجيت على لبنان كان إلي شي 2 years أو من قبل كوفيد ما شفتها قبل يعني قبل ما تبلش كوفيد. She's finally here in Lebanon for a vacation. Oh, I miss her so much. I want to spend as much time as possible معها. فعلى الأغلب كمان this week I'm not going to be as active as usual ولا حتى next week. بس أكيد I'm gonna I'm back on YouTube. حجرب قد ما فيي أكون active على Instagram. اشتاق لكم. بحب أتحدث معكم. حتى لو it's just behind the camera. So anyway, recently وصلنا a dupe of the Denman brush. بحياتي ما استعملتها على فكرة يعني استعملتها هلا recently بس إنه من قبل أو من أول ما بلشت the curly girl method ماني مستعملة a dupe of the Denman brush ولا مرة. Basically لأن ما كنت عارفة إنه it exists. Okay, so تقريبا اول ما بلشت the curly girl method اشتريت the original Denman brush مش من لبنان اشتريتها من برا ما بعرف اصلا if it was available بلبنان يمكن بشي pharmacy روشة pharmacy I think هيك اسمه بس اشتريتها من برا I think هلا بكتب لكم exactly قد ايه حقها بس بعتقد حقها شي $27 او شي $25 هيك شي. The dupe of the Denman brush مش أنا اشتريتها وصلتني gift من Curly Fine Shop so thank you for sending me this وفيكم تلاقوها بتقريبا معظم ال curly shops اللي موجودين بلبنان اللي بيبيعوا like curly hair products okay تقريبا يعني I've seen pictures كلهم نفس الشيء هيدا أكيد حقها مش $27 هاي صارت available بلبنان بس أكيد أغلى من the dupe of the يعني أغلى من التقليد هيدي بعتقد حقها بالدولار عم يتنو like you have to pay for it in dollars أو على سعر الصرف بالدولار ما بعرف شو هيدي أكيد أرخص كمان I'm gonna write the price of this بس ضلكم updated على prices لأنه أكيد كل شيء عم يتغير الدولار عم يقلب like بالساعة so يمكن السعر اللي كنت كتبته منه accurate لأنه تغير الدولار. Anyway, I'm actually excited جربته. ما حكذب عليكم زعبرت وجربته. It's not a first impression of this. Okay, جربته على كل شعري بس وقتها جربته I think I used a mix of products ما حلو أبدا. So the results طلعوا كتير سيئين. ما حبيت أبداً. فأي want to give this another try. أكيد مش حلوم the brush لأنه ما خصة البراش. وهيك منشوف side to side لنشوف إذا في difference إذا ما في difference وهالمرة بآخر الفيديو إذا ما كان في a difference yay for us ما كتير بتفرق معي إذا كان في a huge difference أو لا بالعكس أنا بدي إنه ما يكون في a difference كرمال اللي ما قادر to afford the original Denman brush يقدر يشتري the dupe of the Denman brush. وأنا I actually know friends who use the dupe of the Denman brush يعني the results are as good as. فهيك لنطمن بالنا نكون on the safe side لنتأكد إنه ما في فرق بيناتهم we're gonna do a side to side comparison لنشوف what's the deal. هلا لنشوف the differences between both brushes okay اثنيناتهم they're plastic I'm gonna be very honest كمان okay وما تاخدوها انه يي وما بعرف شو هيك I'm just being honest I'm stating facts شو اللي موجود هون وهون okay هون اكيد مكتوب اللوجو
of the brand Denman Brush, ومن هون بالكعب كمان مكتوب Denman Brush. اوكي سو هيك فيكم تعرفوا if it's an original او لا. وعلى مثل السيليكون اللي هون كمان محطوط اللوجو تاعهم. هون on the other hand في the brand of the دوب يعني الشركة اللي عملت التقليد تاعيتها, وهون ما في شيء, مش مكتوب شيء اوكي ولا من هون. هلا when I look at both brushes, وقت احمل both brushes, يعني I can feel انه هيدي البلاستيك هون مثل كيف بدي اقولكم متين if it's the word اكثر من هاي. يعني the quality of this البلاستيك اللي من برا احسن من هاي. هلا اثنيناتهم هون في السيليكون اوكي okay, شكلهم the same يعني مش هالفرق الواسع, بس اذا بتحطوهم حد بعض هيدي ارتب شوي من هاي, بس it's fine يعني منا هالازمة الكبيرة. اوكي بالنسبة للبريسلز of the brush اذا فيكم تشوفوا الفرق هون transparent اكتر, هيدي بيضة اكتر, وتعول الدنمان برش اطول من the dupe of the دنمان برش. اوكي هلا هيدي بتعمل شوية فرق بالستايلينج, لانه المميز بالدنمان برش انه البريسلز تعول اطول, بفوتوا بقلب الشعر وبيساعدوا بالدفنيشن. So we're gonna have to see اكيد the difference between, ما بعرف اذا قادرين تشوفوها بس it's obvious انه السنان تعول الدنمان برش اطول من تعول الدوب of the دنمان برش. هلا بالدنمان برش فيكن تشيلوا البيس سوري السيليكون اوكي وبتنظفوها من جوا, بتفكوا هاي بتشيلوا يعني بتخففوا بريسلز قد ما بدكم. هيدي ذا دي 3 7 رو اوكي سو هيدي ما فيكم تزيدوا عليها, هي بس فيكم تنقصوا منها. انا بحبها مثل ما هي, بحسها it gives me the perfect defined curls, ما بحب نقص منها. بس اذا انتم بتحبوا like bigger curls, looser curl texture, خففوا منها هاي اوكي. سو بالضبط بتفتح, you can remove these, انا ما حشيلهم ما حشيلهم, يعني هينه لتنظفوها. اوكي just a second. والدوب نفس الشيء على فكره, امبارح ضليت ساعه عم جرب اقبعه واخ وحيتكسر ضفيري وملا ما بتقبع, و I've seen people عم يقبعوها قام طلعت اخر شيء انه you have to slide it. So اوكي كمان ما بتفتح هاي, وفيكم تخففوا منها البريسلز, فيكم تنظفوها which is cool, this is what you want. يعني اذا بدكم تعملوها deep cleaning بدكم تخففوا البريسلز تزيدوا البريسلز. هلا the dupe of the diamond اللي وصلتني فيها 9 rows, my original diamond brush فيها 7 rows, so انا حخفف 2 rows من هاي بس حتى تكون الكمباريزن accurate 100%, لانه the more the rows انا بحس انه the smaller the curls, يعني كل ما زادوا rows بحسها احسن for هيك smaller curl textures. فحجرب اني انسخ ال يعني شيل منه بركي انه اخر اثنين هون هيدا هون وهيدا, سو حقبعها انا استعملتها هذيك المره 9 rows. ف اذا بدكم I can do like another tutorial using a 9 row brush, بس هلا اليوم حتى نكون صادقين. اوكي دان سو تقريبا صاروا نفس الشيء. اوكي وي اونلي هوب الفرق انه بال اي ثينك لازم نشيلها بالاخر وحده اني واي ما بيأثر. هون الاسنان اوسع شوي بس اي ثينك لو ات واز ا 9 رو حتكون نفس الشيء انه مثل اضيق من هون. اوكي ذس سايد حتكون ذا اوريجينال دنمان برش, ذس سايد حتكون ذا دوب اوف ذا دنمان برش,
وحأعمل ستايلينج مثل العادة، ليفن كونديشنر، ماي دان ممبر، انو ليك ماي، ام غانا ريوت ماي هير ديتانجل، ححط ليفن كونديشنر and then I'm gonna style with the Denman brush and then ححط الجل diffusing blah blah blah. يعني ما مش جديد. It's just a matter of different brushes. وحسيتكم guys عم تحبوا هول الفيديو لأنه كتير حبيتوا the video of the flexi brush with the Denman brush. Okay, so I'm gonna re-wet my hair. وعلى فكرة بدي أقولكم شيء، إنه بعرف المفروض استعمل بقى the Cosmoline clarifying shampoo. You guys want a review؟ بس ما عندي ما ملاقيه. يعني امبارح طلعت ساعة أنا أصريت إنه بدي استعمله لـ this wash day، بس حتى أعطيكم a review لأنه قبل عن جد صراحة ما كنت عم لحق. يعني my wash days كانوا عبارة عن شيء كثير سخيف. بس امبارح ضليت ساعة عم فتش بين سوبر ماركت صيدليات وهيك ما عم لاقيه بالصيدليات او السوبر ماركت، so I think it's just online وما كنت حلحق امبارح اطلبه ويوصل اليوم. so hopefully next week خلص، يعني اليوم حاطلبه ليوصل لنكست ويك اعطيكم ريفيو عنه. بس لو شو ما كان I think it is a way better option than the ACV rinse يعني. واخيرا مبروك صار في عنا a clarifying shampoo، صار فينا نترك الخل للسلطة. So hopefully next week I will do a review. وإلي يمكن شي شهر ما نعمل deep conditioning لشعري، ما تعملوا مثلي be smarter. بس لأنه ما في مي سخنة بالبيت، ما بعرف شو عم بصير بالكهرباء، بين كهرباء يعني وهيك ما في مي سخنة، فإنه ما عم بعرف كيف خلص من الحمام لحتى اطلع ودفي حالي. So I'm not gonna sit there شعري مي وقعد حط deep conditioner وقعد ساعة هيك بالبرد وارجع اروح حط راسي تحت مي باردة، مستحيل مستحيل. بس I'm using الغارنيه هير فود بالشاور، عم بتركه هيك شي 5 minutes لحتى انه شي منه يترطب شعري، you know ما حاتركه هيك ينشف على الاخر خصوصي بهالطقس كتير ناشف. So anyway بلا لا كتير يعني شعري بعد بده مي. Anyway I'm gonna do this off camera لأنه you guys know the deal، ما حعيد يعني ما حضيع وقت كتير. حأستعمل هيدا leave-in conditioner. أوكي حأرجع رش شعري مي and I'm gonna apply my leave-in conditioner. حأعمل raking with praying hands method to smooth down the frizz. حأعمل نفس الشيء على هالميلة وبرجع لحتى فرجيكم the styling with the Denman brush. Okay so عملت two parts بس كرمال صورنا على TikTok. I just want to show you. أكيد I'm gonna show you like هلا the difference. I wanna show you the difference between the both. هيدا the original، هيدا the dupe. ما في كتير فرق for now يعني لهلا ما في كتير فرق. بس I think هون في clumps أكتر like الشعر مجموع ببعضه أكتر. و I'm using the same technique ل both sides. ما عم زعبر ولا شيء. I'm using both يعني عم استعمل نفس الشيء. Okay. So I'm gonna كفي هون شوي بس حتى تشوفوا like the difference. ومثل العادة I'm re-wetting my hair. قد ايه حلو هيدا التكنيك انه like to style your hair on super wet hair، بس قد ايه مزعج بهيدا الطقس عن جد. يعني بعرف كتير بنقع الديفيوزر بس انه عن جد كتير بضيق الخلق. انا بكره هيك اقعد بمحل واحد وهيك ياخذ هيدا الشيء ياخذ وقت يعني. بس الديفيوزنج عم ياخذ كتير وقت لانه شعري عم يكون سوبر وات. بس يعني the results عم يطلعوا حلوين يعني it's worth it. اذا مره بالاسبوع قعدت لي هيك قعدت شيء ساعه عم ديفيوزنج. اوكي so هاي الميلة للدوب. اوكي ثانية بس حتى شد هيدا اللي فوق.
اوكي I think not bad. ليش في هالفرز اللي ورا؟ اوكي في كلومبس، في ديفينيشن. بس الشغلة الوحيدة اللي ما حبيتها بهاي، مع انه I think it's cool يعني it's gonna be completely fine، يعني بحس الريزلتس حيطلعوا مش عاطلين ابدا. هون اوكي ما بتحسوها بالدلمن برش، يعني the glide of the dalman brush the original one اهين واسلس بكثير من هاي. هاي انا ما مشيت شعري بحس كانه في شعر عم بيعلي عم بت يعني منه هيك عرفتوا كيف؟ ما بعرف هيدي كانها خشنه شوي او هون الشعر بيعلي. يعني I think you can see انه هون الفراغ القطشة اكبر من هاي، عرفتوا؟ هلا انا يعني ما بعرف اذا سمعته او شيء او انا سمعته لانه قريبه للدينتس، حسيت كانه شعري عم يتقطش. ف that's a بس يعني again منا هالأزمة الكبيرة if you want. هون ساعتها انتو بتشوفوا what works for you more. اوكي حتى عم نعمل قصة تانية. I hope you guys can see the definition. الضوء مش كتير واضح هون. بس the clumps are nice. The clumps are nice. Okay so هأتركها هاي لبعدين نخلصها على رواق. و I just want to like أعمل هيك هون شي خصلي قدامكم بس حتى تشوفوا the difference يكون أوضح يعني. And then هخلص كل شي. بلش بالديفيوزينج لانه it takes a lot of time. اوكي سو هاي بالاوريجينال سو شايفين عن شو عم بحكي. The glide of this is easier than this. هيدي ما بعرف حسيت عم بتقطش، يعني في شيء هيك عم بقطش هون. هون هيك it was very smooth, it glided easily. تجاري فرجيكم the difference. ليه كأنه هون في shrinkage أكتر. أنا هلا بيزبط على الفيديو تاعي ذاك الويك. إذا زبط اعتبروا إنه هيدا الفيديو How to avoid shrinkage. هيدا الفيديو بعتبره like a normal styling routine. لهلا باينين يعني حسب ما انا شايفه they look the same. ما في هالفرق الاوف. Which is good. Which is good. نحن بدنا هيدا الشيء. So okay. خلص. I'm gonna apply my gel off camera لانه you guys know how I apply my gel مثل العادة. I apply my gel. I'm gonna be using this gel. Okay. عم بستعمله كتير recently بس انا I'm liking it. اول ما اشتريته ما حبيت ابدا ما يعني ضلوا فترة طويلة بالجارول ما استعملته. And then ما بعرف مرة هيك حبيت استعمله واستعملته صح. طلعوا الريزلتس كتير حلوين. و plus it's a big bottle وبدي خلصه قبل ما تخلص الاكسبايري. So غالي على فكرة منه رخيص. ما بدي كبه. بدي خلصه يعني. So it's not available in Lebanon
بس اللي عايش برا I think you can find it. ف let me finish و I think حخلص diffusing و I will show you the results دغري. Okay, we're done. خاي ما في a difference. I'm actually happy this time. أنا ما في a difference. I'm happy. I'm glad. I approve of this dupe of a Denman brush. كتير حلوة. Okay, the results are like exactly the same. عن جد نفس الشيء نفس الشيء. Same definition. وعلى فكرة يعني to be honest شوي. هون في definition أكتر منه. بس then again أنا هون عندي هاي ال area specifically هاي الخصلة هون. It's always frizzy. ما فيها definition. ما بعرف شو الفكرة يعني والهدف من هيدا الشيء بس إنه okay. I really like it. I recommend إنه if you can't afford a Denman brush or you don't want to spend a lot of money on a styling brush, جربوا هاي الدوب. Okay, it's nice. وأكيد إنه you can adjust. قديت حطوا فيها روز وهيك. I'm gonna try to do a tutorial يعني I'll show you هيك على Instagram stories بال 9 row okay لحتى تشوفوا الريزلتس كيف بيطلعوا. بس I really like it. في definition, في volume, في كل شيء. Anything I would expect from a Denman brush. عطيتني اياه the dupe of a Denman brush. بس the only difference اللي حسيته هو انه بالستايلينج غير الجلايدينج يعني لانه السنين تعول the original Denman brush اطول حسيت انه شعري قعد بالبرش احسن من الدوب. اوكي okay, so like الاستحكام يعني بس طريقة الستايلينج او الاستحكام بالستايلينج كان اهين من الدوب. بس غير هيك they're exactly the same. So I hope you guys like the results. I hope you guys enjoyed today's video. Make sure to like and subscribe and follow me on Instagram and TikTok. I will see you next time. Oh, before I forget, Happy New Year's. Inshallah 2022 تكون سنة خير على الجميع and يكون فيها كتير growth وsuccess وaccomplishments. So I'll see you next year. Bye.